اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مكملين يعني تغطيتنا لمباراه كره السله الاهلي ومصر للبترول، مباراه يعني يمكن مهمه في بدايه الموسم، بتبقى زي تعارف مع الفرقه اخبارها ايه، شكل الابديت لاست ابديت للفرقه. بس خلينا على هامش طبعا الماتش، بعض الاخبار طبعا اللي تهم الساده المشاهدين وبالذات الاهلاويه. طبعا بيج رامي امبارح طبعا نجح انه يسافر للولايات المتحده الامريكيه عشان طبعا يستعد لبطوله مستر اولمبيا اللي هتتلعب يوم 7/10 القادم ان شاء الله. كل التوفيق ليه، هو دلوقتي في الولايات المتحده، سافر امبارح، كل التوفيق، بيستعد بقوه للبطوله دي. وفي انجاز كبير حصل كمان في منتخب الوطن للستريت ورك اوت، تعرفين طبعا اللعبه دي لعبه منتشره حول العالم وشهدت ظهور قريب في مصر. البطوله دي كان في بطوله عالم معموله في روسيا وكان شارك فيها المنتخب الوطني، والحقيقه عملنا فيها انجاز كبير، فاز يمكن احمد جمال بالمركز الثاني في البطوله في فئه من سترينث، ودي طبعا كان انجاز كبير جدا ان احنا في مشاركه من اولى مشاركاتنا ان احنا ناخد هذا الانجاز. وما كانش ده الانجاز بس، لا كان في انجاز تاني، اللاعب مازن احمد بالمركز الرابع في فئه من فريستايل. فالحقيقه حاجه كويسه جدا، وطبعا الكلام ده كله يعني بيبقى برعايه وزاره الشباب والرياضه وفريق كوسكواد، الحقيقه بيرعى هذه الابطال، فدائما ابدا بنجيب لكم الانفرادات في هنا في استوديو الابطال وبرنامج الابطال دائما ابدا مع حضراتكم.